من الديوانية ينضم إلينا مباشرة الناشط المدني أحمد الطائي. مرحبا بك أحمد. تظاهرة سلمية سرعان ما تحولت إلى صدام في قضاء غماس، ما الذي جرى بالتحديد؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك أستاذنا الفاضل، وتحية أستاذ المشاهدين حياك وضيفك الله. الكرام. أستاذنا العزيز، اليوم محافظة الديوانية دخلت مرحلة الاستنفار التام في أغلب المناطق وكذلك الأقضية والنواحي للمطالبة بتردي الواقع الكهرباء. وللأسف يعني أنا هسه جالس اليوم أمامكم، لا زال شبابنا وأخوتنا وأصدقائنا يقمعون في قضاء غماس وكذلك بقية المناطق السكنية في مركز محافظة الديوانية. وهذه مو يعني أول مرة طلعت الشباب، سابقا قبل يومين كانت هناك مظاهرة في قضاء الحمزة كذلك، وهم صار اعتداء على الشباب، وقضاء الشنافية البارحة صار اعتداء على الشباب بسبب تردي واقع الكهرباء. محافظة الديوانية اليوم تعاني نقص حاد بكل الخدمات على مستوى العموم، مستوى الخصوص الديوانية اليوم التجهيز للطاقة الكهربائية بها بشيء يعني شبه المعدم، 5 ساعات إطفاء، ساعة واحدة تجهيز بأغلب المناطق، بالتالي الساعة هذه تجي متقطعة بين كل ربع ساعة تطفيلها 3 مرات 4 مرات. وشاهدتوا لربما جزء الفيديوهات اللي نزلت من أبناء محافظة الديوانية اللي تندد بواقع الكهرباء والانقطاع والتفاصيل. بالتالي محافظة الديوانية اليوم أغلب السادة المشاهدين لربما ما عندهم معلومة، الديوانية تمتلك 3 محطات توليد كهربائية غازية. زين، هذه المحطات التلوث البيئي والأضرار وكذلك اليد العاملة، زين هذه اليد العاملة من خارج محافظة الديوانية، الأضرار فقط والتلوث البيئي هو على محافظة الديوانية، والتوليد كذلك هذه 3 محطات هي تولد لخارج محافظة الديوانية. اليوم الديوانية صراحة على كل المستويات منطقة معدومة، صراع سياسي تشهد المحافظة راح نتيجته وضحيته اللي هم الشباب. الديوانية أصبحت البقرة الحلوب، يعني قبل فترة طلعت مظاهرات السماوة والسيد حميد الياسري كذلك، طيب والحكومة المركزية برئاسة السيد محمد الشاع السوداني تفاوضت مع المتظاهرين، بالتالي أخذت من حصة الديوانية وانطت للسماوة، والناصرية قبل فترة طلعت مظاهرات، زين أخذوا من ربما حصة إن كنا سمحت لي محافظة سيد الحول أحمد، يعني ربما تفاعلت الحكومة المحلية في أيام سابقة مع حراك المتظاهرين في بعض أقضية الديوانية، على ما أذكر قضاء عفك زارها المحافظ واطلع على مأساة المواطنين. ماذا قدمت الحكومة المحلية بعد اطلاعها على ما يجري من نقص في الخدمات؟ احنا استاذ، حتى ما تظلل يعني انا اكون اليوم بصوره صريحه وياك حتى ما تظلل عندكم الصوره، الديوانيه المحافظه الوحيده اللي خلال هذه السنه زاروها زعامات وقيادات سياسيه كهادي العامري وعمار الحكيم وسيد رئيس الوزراء ومستشارين وقيادات عسكريه زارت محافظه الديوانيه، بالتالي هي زيارات فقط لتصريحات اعلاميه، عالجنا وحلينا وعالجنا كذا مشكله وكذا، بالتالي واقعا الديوانيه لا زالت منكوبه ولا زالت الخدمات نقص حاد بالخدمات بها. بالنسبه لقضاء عفك اللي زار السيد المحافظ قبل كم يوم، يعني لا زالت تحشيد من ابناء القضاء على الخروج بمظاهره ثانيه، لا توجد هنالك اي حلول حقيقيه وجذريه لواقع الخدمات بالمحافظه ولا سيما القضاء اللي ذكرته قضاء عفك. بالتالي اليوم اغلب الاقضيه والنواحي ومركز الديوانيه، قلت لك انا بمجمل العموم هو التجهيز ساعه واحده وهذه تنقطع بها الكهرباء يمكن 6 مرات الى 5 مرات، بالتالي الانقطاع 5 ساعات، ماكو محافظه بالعراق هيك بيها وهو نسبه ما التجهيز حدا وبيها هيك ساعات بأهالي الانقطاع. المحافظة للتظاهر في أقضية ونواحي عدة منها غماس وشامية وغيرها من الأقضية. شابت تظاهرة اليوم صدامات ربما بين المتظاهرين وعناصر قوات الشغب، جرى إطلاق القنابل المسيلة للدموع. قبل ذلك المتظاهرون يقطعون طريقا حيويا يربط محافظة الديوانية بالنجف. هل الأمور ذاهبة إلى التصعيد؟
بالضبط احسنتم، قلت لك استاذ اليوم الديوانيه تدخل يعني حاله انتشار واسعه بالمناطق السكنيه والاقضيه والنواحي. عندك هسه حاليا في منطقه الاسكان ومنطقه الجته ومنطقه آل حمد وكذلك قضاء غماس بعده مناطق داخله حاله الانتشار. الناس يعني ماكو كل وسائل خدمات ولاكو وسائل راح الحال. الان الناس منتشره بالشوارع وقاطعه طرق حيويه، بالتالي الحكومه بدل ما توجد لهم حلول جذريه لحل المشاكل والازمه اللي جاي يمرون بها في فصل الصيف، وهذه كلها عوائل، تجي هذه الحكومه تقمع هذه الشباب. اليوم انا قلت لك في بدايه حديث اليوم احنا جالسين، انا اتحدث وياك، هاي انا جيت من اعتصام الشباب في حي الاسكان في مركز محافظه الديوانيه. الحكومه الحل اللي يقدمه للمواطن هو قمع الشباب، واغلب شبابنا حاليا بالسجون، بالتالي الباقي الاخر مشرد بالشوارع، والباقي الاخر حاليا مستنفرين بالشوارع. ماكو كل حلول، ماكو استجابه من الحكومه المحليه ولا الحكومه المركزيه، بالتالي الشباب اخذت على نفسها وانه هذه راح تصدى تصدي حقيقي، بالتالي لربما في الايام القادمه راح تكون تكبر رقعه الحراك الشعبي والاحتجاج الرافض لتسويف الحكومه للمطالب الحق المشروع عليها هذه الشباب، بالتالي راح تشمل عموم محافظه الديوانيه، وكذلك راح يكون عندنا في يوم 9 من محرم هو وقفه استنكاريه في شارع المواكب لما حدث مع شباب غماس، وكذلك قبلها في شباب الشافعي اللي انقمعوا برصاص الحي، وكذلك القناني الغاز المسيله للدموع، وكذلك احياء ذكرى تشرين ثوره تشرين العظيمه. بالتالي هذه الامور لربما في الايام القادمه راح تكبر رقعه الاحتجاج في محافظه الديوانيه، وتوصل لربما الى ما لا يحمد عقباه ما لم يتم تلافي هذا الموضوع بحلول حقيقيه وجذريه مو ترقيعيه. اليوم انا اطلع مظاهره تجهزني بساعتين بساعتين، ارجع للبيت تجهزني 5 ساعات بساعه، فاحنا نريد حلول جذريه حقيقيه. فصل الصيف يا استاذ ما ينحمل صراحه، يعني ما يعني درجات الحراره وصلت الى 50 وال51، بالتالي يعني عندنا بالديوانيه دوائر حكوميه يفترض ان توفر لها خط طوارئ، دوائر حكوميه الصبح تتعطل معاملات الناس، لو تيجي تشوف يعني واقع الديوانيه والله العظيم ماساوي، دوائر حكوميه يتعطل بيها المراجع ومعامله الناس بسبب انقطاع التيار الكهربائي. زين، هذه فضيحه وكارثه طامه صراحه في محافظه الديوانيه. من الديوانيه كنت معنا مباشره الناشط المدني احمد الطائي، شكرا جزيلا لحضورك.